قال عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام للجيش السوداني الفريق ياسر العطا إن الحرب في السودان اقتربت من النهاية بانتصار الجيش والمقاومة الشعبية، وتابع أن الدعم السريع يخسر بالآلاف أسبوعيا ما جعله يستجلب مرتزقة من غرب أفريقيا. أطمن كل الشعب السوداني أن 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 الحرب غريبا ستنتهي بانتصار المؤسسة العسكرية السودانية العريقة، بانتصار المقاومة الشعبية من أبناء هذا الوطن الشامخ الصابر أبناء تهران. وأضاف ياسر العطا أن كل القوى السياسية السودانية والحركات تقاتل إلى جانب الجيش السوداني. معانا الحق يقال أبناء لجان المقاومة المستغلة تحديدا غاضبون، معانا مجموعات كبيرة من التيار الإسلامي، معانا مجموعات دفع بها الأخ الكريم الأمير عبد الرحمن الصادق المهدي من شباب الأنصار وحزب الأمة، معانا مجموعات كبيرة من حزب الأخ عسكوري ومبارك أردول، معانا كافة الحركات المسلحة، معانا عدد كبير، معانا مواطنين مستغلين، معانا الإخوة في الحركة الشعبية عبد العزيز الحلو منسقين مع قواتنا في كردفان، معانا كل القبائل، معانا معظم الطرق الصوفية، معانا معظم أحزاب السودان وقواه السياسية. بحث وزير الخارجية السوداني علي الصادق مع النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر، بحثا سبل استعادة العلاقات الثنائية بين بلديهما وتسريع فتح سفارتيهما. وكالة الأنباء السودانية أوضحت أن الجانبين ناقشا على هامش قمة حركة عدم الانحياز آخر تطورات الأزمة في السودان وجهود الحكومة لتحقيق الأمن والاستقرار. في مثل هذه الأيام من عام 2016 قطعت حكومة السودان علاقاتها مع إيران بسبب تدخلات طهران في المنطقة والاعتداء على سفارة السعودية في طهران، فكان طرد الدبلوماسيين الإيرانيين من الخرطوم وإغلاق السفارة السودانية في إيران. وتعود جذور هذه العلاقة إلى ما قبل عام 2014، حيث شهدت العلاقات تطورا اقتصاديا في بداية اكتشاف واستثمار النفط في السودان بواسطة الصين آنذاك، وأدخال بعض الدول منها إيران بعقود في هذه الشراكة. وعسكريا أيضا وقع اتفاق تعاون عسكري وأمني بين البلدين إلى جانب أكثر من 30 اتفاقية في مختلف المجالات بما في ذلك الأعمال التجارية والزراعية والأمن. ولكن في عام 2014 بدأ السودان ينأى بنفسه عن إيران، ففي ذاك العام أمرت السلطات السودانية بإغلاق جميع المؤسسات الثقافية الإيرانية ومغادرة الدبلوماسيين الإيرانيين بعدما رصد توسع المراكز الثقافية الإيرانية التي فاق عددها 26 مركزا إضافة إلى حسينيات في غير مدينة وريف. ومن القاهرة ينضم إلينا الكاتب الصحفي السوداني الطاهر ساتي، ومن ميلانو ينضم إلينا الدكتور فتحي الحسيني أبو عمار رئيس تحرير صحيفة الوسط. أهلا بكم إلى 19. أبدأ معك دكتور فتحي، كيف تقرؤون هذا القرار، قرار الجيش السوداني بإعادة العلاقات مع إيران؟ السلام عليكم ومساءكم نور. أنا لا أظن أنه هو حقيقة يمكن أن نطلق عليه قرارا
في هذه اللحظة، كلما في الأمر أن السفير المكلف بوزارة الخارجية التقى بمخبر نائب رئيس الجمهورية الإيرانية على هامش اجتماع دول عدم الانحياز في كامبالا، وهذه فرصة. إلا أني في هذا الصدد أريد أن أقول أن العلاقات الإيرانية السودانية هي فاترة منذ ما يقرب تقريبا من 8 سنوات، وأنها على مر التاريخ منذ استقلال السودان كانت علاقات يمكن أن توصف بأنها فاترة، ووصلت إلى ذروة القطيعة حينما كان حكم الرئيس المشير جعفر نميري لما انحاز إلى العراق في الحرب الإيرانية العراقية آنذاك، ثم بعد ذلك عاودها الصادق المهدي، ثم عاودها عمر البشير من خلال زيارتين لرئيسين إيرانيين رفسنجاني وأيضا الرئيس الذي يليه، وبعد ذلك زارهم أيضا عمر البشير عدة مرات. لكن هذه العلاقة بالذات التي تبنى في هذه اللحظة هي علاقة مشبوهة، مشوبة بكثير من الحذر من قبل السودانيين، لأنها لا تقوم إلا على أنقاض هذه الحرب. الغرض منها هو الحصول على سلاح، ليس إلا الدعم السريع. معروف أنه هو له شراكة كبيرة جدا في قاعدة في مجموعة الحزم في اليمن ضد الحوثيين، وأن هناك 30,000 من القوات المسلحة السودانية معظمهم من قوات الدعم السريع. فهنا إيران تريد أن تجد لها حليف في البحر الأحمر ضد هذه المسألة التي تجري الآن في منابع البحر الأحمر. نعم. طيب دعنا نستطلع رأي ضيفنا من القاهرة دكتور أستاذ طاهر. هل صحيح بأنه تحديدا فيما لو يعني أخذنا بعين الاعتبار الخلفيات والتوقيت ربما الذي انطلق منه الدكتور فتحي، هل يمكن القول فعلا بأنه هذا التوقيت مشبوه، الجيش لا يزال في حالة حرب وبالتالي يحاول فقط إيجاد حليف لمده بالسلاح؟ شكرا لك ولضيفك الكريم دكتور فتحي. عودة العلاقات السودانية الإيرانية ليست وليدة اليوم، بل معلنة منذ أكتوبر عام 2022. العودة معلنة كما تعلمين وكما ذكر دكتور فتحي، انقطعت العلاقة بين الدولتين في يناير قبل 6 سنوات في عهد حكومة البشير، ولكن بعد الثورة من أهداف الثورة هي أن تقف الحكومة السودانية والدولة السودانية على مسافة واحدة من كل دول العالم ومن كل المحاور ومن كل الإقليمية والعربية. في هذا الإطار أعلنت الحكومة السودانية قبل أكثر من عام إعادة العلاقة مع إيران، استئناف العلاقة مع إيران وغير إيران. هذه علاقة طبيعية، وإيران انقطعت علاقتها مع دول كثيرة ثم عادتها في دول الخليج وغيرها. وعودة العلاقات الإيرانية السودانية الشيء طبيعي. طيب ولكن أستاذ الطاهر، ألا يعني لك لها حق، لها كامل السلطة في لها كامل بغض السلطة النظر عن بناء يعني علاقات جيدة مع كل دول العالم، صح، بغض النظر عن سلطة الجيش يعني لإعادة العلاقات من عدمها. أنا أسأل التوقيت، توقيت قرار إعادة هذه العلاقات، ألا يطرح يعني أي علامات استفهام؟ أولاً العلاقات لم يعيدها الجيش. الآن السودان حكومة يرأس مجلس سيادتها الفريق البرهان، وكذلك من يلتقي النائب رئيس الإيراني هو وزير الخارجية وليس رئيس هيئة الأركان. من يعيد الآن من عادة العلاقة هي حكومة سودانية قبل أكثر من عام، والآن هذه الإجراءات التي طيب ولكن هذه الحكومة يعني هي منبثقة عن الجيش وتأخذ أوامرها من البرهان، نعم. وبالتالي نتحدث عن قرار للجيش، ليس الجيش. البرهان ليس فقط قائد عام للقوات المسلحة، البرهان هو رئيس المجلس السيادي.
والبرهان الآن هو رئيس الحكومة التي وزيرها علي الصادق الذي يلتقي بنائب الرئيس الإيراني، والبرهان هو رئيس لمجلس وزراء مكتمل في السودان. الآن يعني الدول لا تتعامل مع البرهان باعتباره قائد عام فقط، بل هو رئيس يستقبل السفراء، يستقبل الرؤساء، أو يستقبل الأمين العام للأمم المتحدة، هو رئيس السودان الآن. كيف شئنا أم أبينا، هو الآن الرئيس، وهو الآن رئيس الحكومة السودانية، والحكومة السودانية هي التي تقرر إعادة هذه العلاقة. هذا ما نقوله دكتور فتحي، هذا ما نقوله، علينا أن ننظر إلى هذا الموضوع بهذا الشكل. أما التوقيت فالعلاقات لم تعد اليوم، بل ما حدث اليوم مجرد إجراء لإكمال ما حدث قبل أكثر من عام، تحديدا في أكتوبر 2022. هذا هو التاريخ الذي قررت فيه الحكومة السودانية إعادة العلاقة مع إيران بعد انقطاع أكثر من 6 سنوات. نعم دكتور فتحي، فيما لو سلمنا جدلا بأنه الهدف من هذه العلاقة هو تسليح الجيش من قبل إيران وإيجاد حليف لها، كيف تعتقد بأن ذلك يمكن أن يؤثر على سير المعارك وعلى تعميق الأزمة أكثر وإطالة أمدها؟ سيدتي الفاضلة، أنا أعتقد أن هذه الخطوة خطوة حمقاء جدا لأبعد الحدود، إذ أن يعني أولا أنا لا أستطيع أن أفهم كيف البرهان، هذا ينقلنا رئيس، أولا هو ليس رئيس السودان، وهذه مسألة جدلية أخرى. هذا الرجل في عام 2020 ذهب إلى عنتيبي لملاقاة رئيس الكيان الصهيوني المحتل آنذاك، وهو نفسه قال أن هذه زيارة تاريخية أو هذا لقاء تاريخي. ووزير الخارجية آنذاك في حكومة ترامب ورئيس CIA سابقا مايك بومبيو قال أن أنا أهنئ البرهان على شجاعته للقيام بذلك. وزير الخارجية. نعم وزير الخارجية في حكومة ترامب. أنا أتعجب، يعني ذلك التقارب الذي كان آنذاك ووصف بأنه تاريخي ووصف بأنه خطوة من رجل شجاع، وهي خطوة شجاعة، كيف يأتي الآن الرجل يتقارب مع إيران؟ هذا ما يعزز الشكوك أن هذه الخطوة في ظل هذه الحرب الطاحنة والدولة المتداعية، لا توجد حقيقة، لا توجد دولة الآن في السودان، ولا توجد أيضا جيش بالمعنى الاحترافي في ظل هذه اللحظة أو الظرفية الراهنة التي نعيشها. إذن الرجل بعد أن خرج من مخبئه ذهب يمنة ويسرى إلى دول يبحث عن سلاح لم يستطع الوصول إليه، فذهب إلى إيران على أنقاض هذه الحرب، ويعرف أن إيران ستستجيب. لماذا إيران لم تستجيب في أول مرة سريعا واستجابت في هذه الأيام؟ لأنها تعرف أنها دخلت في أزمة أيضا قوية جدا في البحر الأحمر، وتريد أن تجد لها حليفا في البحر الأحمر، وتعرف أنها أيضا كذلك مغبونة من حميتي، لأن جنود حميتي قرابة 30,000 هم يقاتلون بجانب السعودية، يقاتلون الحوثيين. هذه المسألة في حد ذاتها هي تعزز الشكوك. إذن المسألة فقط لأجل السلاح، لأجل السلاح، ولأجل إيران أيضا تقوي شوكتها في البحر الأحمر، ولأجل أيضا إيران كذلك تقف ضد. طيب يعني برأيك دكتور فتحي إيران الرابح الأكبر من وراء عودة هذه العلاقات؟ أريد أن أقول كيف الحرب يمكن لها أن تشتعل وتزداد ضراوة؟ أمريكا الآن تبحث لها عن حلف أيضا كذلك في البحر الأحمر، وأمريكا الآن بصدد هذه الأيام بقيامة إقامة مجموعة من الحلف على طريقة قراصنة الصومال. فكيف في هذه اللحظة لا تتعامل مع حيتي الذي تعامل معه الاتحاد الأوروبي في لحظة ما بالمليارات لمحاربة الهجرة غير الشرعية ونجح فيها؟ فأمريكا يمكن أن تتحالف أيضا كذلك مع حيتي وتتحالف مع الدعم السريع. هنا يأتي السلاح من إيران، وهنا يأتي السلاح من أمريكا، وسيظل السودان هو بؤرة صراع المطحون فيها هو الشعب السوداني. طيب سيد الطاهر، هل إيران يمكن أن تكون الرابح الأكبر من وراء عودة هذه العلاقات لأنه سيكون لها حليف في البحر الأحمر؟ قبل الإجابة تعقيب على
حديث غريب لدكتور فتحي، فعندما يقول فتحي بأن ميليشيا الدعم السريع تقاتل مع السعودية فهو يسيء للسعودية من حيث لا يحتسب. من يقاتل في عاصفة الصحراء هو الجيش السوداني بأمر من القائد العام للقوات المسلحة والحكومة السودانية في إطار تحالف عسكري مشروع بين الدول الصديقة. الميليشيا الآن لا تقاتل في السعودية، وهذا حديث يعني عيب في حق السعودية وليس فقط في حق السودان. يعني إذا أردت أن تناصر الميليشيا فلك أن تختار عبارات بدقة حتى لا تسيء لدول صديقة ذات تحالف عسكري وسياسي مع السودان، منها المملكة العربية السعودية الدولة الشقيقة. هذا الشيء. والشيء آخر، أرى أن دكتور فتحي يتعجب من لقاء البرهان بنتنياهو ويفتخر ويصفه بالخطوة الشجاعة، وثم يستنكر إعادة العلاقات مع إيران. ما الفرق بين هاتين الدولتين؟ أنا لا أقاطعك، لكن لابد أن يسمح لي بالرد على ومفتوحة. سترد دكتور فتحي، لو تكرمت لا تقاطعون. أنا استمعت إلى كل ترهاتك بصبر، أن أستمع إلى حديثي حتى أكمل. استمع، سجل. طيب سيد الطاهر أكمل لو سمحت، وسنعطيه حق الرد. السودان نعم جدا جدا، دعني أكمل. السودان دولة ذات سيادة، فمن حق هذه الدولة أن تبني علاقات مصالح مع كل دول العالم بما فيها إيران وإسرائيل وغيرها. كل الدول الراغبة في بناء علاقات دبلوماسية مع السودان، ليس من حق الحكومة السودانية أن ترفض. طيب. الحكومة السودانية سيد الطاهر، لو من أهداف لو تفصل لنا ما مصلحة السودان على مسافة واحدة من كل نعم. دول العالم. طيب وضحت هذه النقطة، ما مصلحة السودان من هذه العلاقة؟ ما الذي يمكن أن تكسبه؟ نعم حاضر. الحكومة السودانية أدرى والشعب السوداني أدرى بمصالحه، والحكومة السودانية أدرى بمصالحه. فعندما تبني أي حكومة علاقة دبلوماسية سياسية عسكرية مع أي دولة أخرى، فهي بالتأكيد تبني على المصالح. الشعب السوداني قادر على تحديد أهدافه ومصالحه عبر حكومته، وليست هنالك أي جهة تستطيع أن تمارس دور الوصاية أو دور الأبوية على السودان وشعبه وحكومته، بحيث يبنون علاقات مع هذه الدولة ويقاطعون هذه سيد الدولة. الطاهر هذا واضح والوقت يضيق، بس اسمح لي لو توضح لنا ما مصلحة السودان، ما الذي ستكسبه من وراء هذا الانفتاح؟ فتحي يحدد للشعب السوداني يصالح من ويعادي من. سيد الطاهر لم تجب عن سؤالي، ما مصلحة السودان؟ ذات في إطار المصالح المشتركة. نعم. طيب أنتقل إليك، صوت تقطع للأسف. أختم معك دكتور فتحي، باختصار لو سمحت، كنت تريد أن ترد على بعض النقاط التي أتى على ذكرها أستاذ الطاهر. نعم سيدتي الفاضلة، هو شوفي من العيب والعار والكلام المازخ الذي لا طعم له أن يأتي الطاهر ساتي ويقول أنه من حق السودان أن يقيم علاقات دولية، وذكر من ضمنها أيضا، وأنا الكلمة هذه لا أستطيع النطق بها إلا أن أقول، الكيان الصهيوني المحتل. هذا عيب وهذا عار أن يتفوه بكلام هذا، ونحن لسنا من هذا النوع الذي ينجر. طيب هذه وجهة نظره دكتور فتحي، هذه وجهة نظره. اسمح لي رد عليه من دون توصيف ما يقوله. هذا من حقه، هو يمثل نفسه لكن لا يمثل السودان، والسودان لا يقيم مع هذا الكيان. أنا أتحدث في نقطة بعينها، وهي قضية أنه أراد أن يصطاد في الماء العكر ويقول أن الرجل يسيء للسعودية حينما قال أن الدعم السريع يقاتل في السعودية. أولا يا سيدتي، الدعم السريع جناح قوي في القوات المسلحة السودانية، تأسس بقرار وبدستور تحت القانون السوداني، وأجازه البرلمان السوداني وأجازه الرئيس آنذاك، وهو جناح قوي في القوات المسلحة السودانية، ويقاتل تحت إمرة القوات المسلحة السودانية قبل أن طيب. ولكن هذا كان في الماضي دكتور فتحي. من كده. إذا المسألة ليست هنا. لو نعود إلى الوقائع بالحاضر. نعم، الدعم السريع الآن يقاتل مناصرا للسعودية، هذا ليس فيه عيب أن يكون تحت قطاع القوات المسلحة السودانية، لكن الآن تم حله من البرهان بحماقة. إذا لابد أن نسمي الأمور بمسمياتها، وينبغي أن ينأى هذا الرجل عن اصطياد في الماء العكر.
طيب وضحت هذه النقطة دكتور فتحي. دكتور فتحي باختصار شديد لو سمحت، كنت سألت ما مكاسب، كنت سألت الأستاذ الطاهر ما المكاسب التي يمكن أن يأخذها السودان من وراء الانفتاح على إيران، أنت تعتقد بأن هذه حماقة، أوكي، ما الخسائر التي يمكن أن تترتب عن إعادة علاقات مماثلة؟ لا توجد أبدا مكاسب مادية على الإطلاق، لأن العلاقات السودانية الإيرانية منذ عام 54 إلى يومنا هذا لم تترتب عليها منافع اقتصادية على الإطلاق، لم تترتب عليه ولا حتى منافع ثقافية، نعم. بل كانت مجرد أنها علاقات سياسية. الآن أصبحت العلاقات جد محمومة، ويعدون وراء إيران في هذه اللحظة الفارقة، نعم. والسودانيون الآن يحترقون، فالأمر مريب جدا جدا، وسيشعل الحرب ويزيد الحرب دموية أكثر، وتدخل أمريكا أيضا وستدعم الدعم السريع، وعليها أن تدعم الدعم السريع إذا كان إيران أرادت أن تأتي. شكرا لك الدكتور فتحي الحسيني أبو عمار، رئيس تحرير صحيفة الوسط، كنت معنا من ميلانو، شكرا جزيلا لك. كما أشكر أيضا الكاتب الصحفي السوداني الطاهر ساتي، حدثنا من القاهرة، شكرا لكما.